إذا متتبعي قناة شوف تي في، أعود إليكم من جديد بطبيعة الحال، ونعتذر على الانقطاع المتكرر. احنا دائما كنتواجدوا في منطقة كوستا، هذه المنطقة اللي شهدات فيضانات، اللي هي فيضانات طبيعة الحال كبيرة 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 بزاف، وخير دليل أن البحر طبيعة الحال هايج بواحد الشكل اللي هو كبير. كذلك الوديان المؤدية إلى البحر حملات معها مجموعة من الأشياء اللي تسببت في واحد الكارثه هنايا في هذه المنطقه. فمزيد من الحذر اخواني مغاربه العالم، واتحدث هنا مغاربه العالم المتواجدين هنا بكوستا ماربيا فوينخيرولا توري مورينوس بين مدينه وكذلك مالاغا. الاوضاع هنا خطيره جدا، خاصه على الاطفال وخاصه الناس اللي كيقربوا للبحر في هذه اللحظات. هذه البحر هايج واحد الهيجان اللي هو كبير 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 بزاف، بل لدرجة أنه الفض معاه مجموعة من البقايا ديال البواخر الدولية اللي كتشتغل في النفط واللي كتهز الغاز من القارات عبر القارات اللي كتستغل هذه المنطقة هذه باش أنها تدوز إلى القارات الأخرى من العالم. احنا كنتواجدوا بهاد المنطقة، وكما كتشوفوا أمطار الخير في هذه اللحظات، أمطار قوية كتهطل في هذه اللحظات. كقناة شوف تي في لابد أننا نخرجوا ونقربكم أكثر من الحدث، الحدث سواء في المملكة المغربية أو في أوروبا أو في مختلف دول العالم. شوف تي في لا تعرف المستحيل، ونحن معكم مباشرة من كوستا، سنقترب معكم وإياكم أيضا إلى هذه المنطقة باش تشوفوا الأجواء كيف عاملة هذه المنطقة لتحولات لواحد المنطقة مهجورة، منطقة صعيب أنك تدوز منها، خاصة هادشي اللي غتشوفوه دابا بعد قليل. بقات لي 3 دقائق نوصل للمنطقة اللي بغيت نوري لكم، واللي يعني والله العظيم فاش هادشي في الصباح يعني صدمة كبيرة، صدمة كبيرة. فكيف لمنطقة كوستا، هاد المنطقة ديال كوستا اللي كتعتبر من بين اجمل المدن او اجمل المناطق الشواطئ اللي متواجده في العالم، تتحول الى هذه المنطقه. شوفوا الرمال تاع البحر، شوفوا الرملات البحر فين وصلت حتى هاد المنطقه هذه، وشوفوا هنايا اش وقع بالضبط. البحر هنايا خرج حوايج اللي الله يستر وصافي. انا قرب، حنا قربنا الاخوان، حنا قربنا لكم الاخوان، الناس اللي ساكنين في هذه المنطقه تاع كوستا كلها، أرجوكم ما تخرجوش لبعض المناطق اللي فيها قرب الوديان، ما تدوزوش على القناطر، ما تشوفوش شي واحد عنده سيارة عالية وحتى نتوما ديروا بحاله. فالوديان كلها عامرة هنايا، شوفوا كيفاش تحولات الأجواء في هذه المنطقة هذه. اسمحوا لنا الإخوان إذا كانت الصورة غير واضحة، إذا كانت الصورة غير واضحة فهذا خارج عن إرادتنا، وغادي نحاول نقطعوا هنايا عاد نرجعوا بكم للبحر. تشوفوا الاجواء كيف ولات هنايا في هذه المنطقه هذه. هذا الواد، كل واد منين جاي هذا؟ هذا واد كبير جاي من شي منطقه نتاع ميخا سكوين، كل شي هذيك المناطق. فغادي ننتقلوا لها بعد قليل باش نشوفوا الاجواء كي صبحات كيف ولات في هذه المناطق هذو. كارثه هنايا في هذه المنطقه هذه. غادي نعاود نرجع المنطقة ديال البحر اللي كنت قلت لكم قبيلات. وبزاف الناس قال لك علاش قطعتي، حنا ماشي بطبيعة الحال ماشي قطعنا، وإنما الشدة كترفع البطارية تاع الهاتف مباشرة كيتحول اللايف من جديد. غادي نحاولوا ننزلوا لتحت الإخوان حسب الطلب ديالكم نتوما، غادي نحاولوا ننزلوا باش تشوفوا الأمور كي صبحات فات المنطقة هذه. يعني قدرة الله سبحانه وتعالى حولت هذه المنطقة إلى منطقة خراب، خراب واحد الخراب اللي هو كبير 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 بزاف. غادي نقربكم الإخوان، ما نقدرش نهبط من هنايا، ندوزو بطريق نيشان باش نقربكم تشوفوا شنو راه واقع لهيه في البحر. واحد الحاجة كارثية، حتى الناس بعض الأبناء المغاربة اللي كيصيفطوا ولادهم هنايا باش يديروا الهواية ديال السيرف، حذاري من هذا اليوم هذا. راه شفنا بعض الشباب، 3 ولا 4 شباب راه نمشي عندهم دابا لهيه، راهم تيمارسوا الرياضه ديالهم في هذا الجو هذا. طبعا الحال
ما غاديش تقدر تمشي عندهم وتقول لهم حيدهم تما، لان كل واحد حر في راسه. لكن خوفا على ابناء المغاربه نقول لكم، الناس اللي عندها حب لهذه الرياضه تاع السيرف، ارجوكم توقفوا عليها في هذه اللحظات، هذه توقفوا على رياضه السيرف في هذه المنطقه نتاع كوستا، لان حاليا البحر هايج بزاف 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 بزاف، لدرجه انه هذه المناطق السياحيه شوفوا كيف ولاو. تحولت المنطقة إلى خرابة الإخوان كما كتشوفوا. الناس راه عارفين، الناس راه عارفين هذه المنطقة مزيان ديال كوستا سياحية، والناس كتجي من مختلف المناطق. فهكذا تحولت هذه المنطقة في هذه اللحظات، هذه تحولت لواحد المنطقة اللي بحال الخراب كما كتشوفوا. هذا الشاطئ ديال كوستا معروف 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 في العالم، كوستا دي سول، ومن منا لا يعرف هذه المنطقه، هذه تاع ماربيا فوين خيرولا بنا مدينه. شوفوا كيفاش تحولت المنطقه هنا الى خراب. غادي نحاولوا نقربوا بكم الاخوان لواحد المنطقه اكثر، باش تشوفوا القدره نتاع الله سبحانه وتعالى كيف قدره تعطينا رسائل مباشرة. فأنتم كما كتشوفوا هذه المحطة اللي كانت يستمتع فيها المواطنين السياح من مختلف أنحاء العالم، هكذا تحولت إلى خراب. فحتى الكراسي هنا لحسن الحظ أنهم مشدودين، تخيلوا معايا كوكب ما كانش مشدودين، كل شيء كان غادي يكون في عمق البحر. خطير خطير هادشي اللي وقع حنايا في هاد المنطقة هادي الإخوان. كيما كتشوفوا حتى المياه الرساد هاد الكراسي هادي، كيما كتشوف هاد المنطقة هادي. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، ونسأل أيضا الله سبحانه وتعالى أن يعني يعوض الناس ديال الدار البيضاء ومختلف الناس كيما كتشوفوا هاد الكراسة كيفاش رجعوا هاد المنطقة ديال كوستا التي تضررت بواحد الشكل اللي هو كبير 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 بزاف. الشغل بحر الاخوان راه مازال غادي ندخلوا بكم عاد لبعض المناطق وعند الوديان، وغادي نشوف واش كاين شي اضرار ولا ما كاينش. اخوان المغاربه هذه رساله لكم، ارجوكم بارطاجيو توصل الرساله الناس اللي مازال ما خرجاتش ولا ناويه تخرج عاد. فالاخوان يحذوا راسهم ويبعدهم من البحر، يبعدهم من الوديان. بزاف المغاربه اللي ساكنين حدا الوديان في بعض المناطق خارج ملقا، ارجوكم حداو راسكم. قناه شوف تي في توجه هذه الرساله بطبيعه الحال انذاريه لهاد الناس هادو، راه البحر راه واصل حتى القنت تقريبا، حتى الحجر لهيه كله بطبيعه الحال هيجان. وفي الليل تيكون اكثر، في المساء تيكون اكثر، مع الربعه الخمسه العشيه تيكون دوبلي، تيكون دوبل تحت هذا. فحذاري اخواني، حذاري من هذه العاصفه اللي بطبيعه الحال عاصفه قويه ضربات هذه المنطقه نتاع كوستا، وغتستمر الى يوم الاثنين. اليوم البحر خرج هذا الشيء كله، البارح تزت من هنايا ما كانش هذا الشيء، اليوم تبارك الله كان واحد الريح اللي هو قوي قوي لدرجه ان صوت البحر كتسمع له من كيلومترات. فحذاري اخواني، حذاري اخواني الرياضيين اللي كيغامروا بالارواح ديالهم من اجل هذه الرياضه. قبيله كانوا ثلاثه الشباب هنايا في هذه المنطقه هذه، على ما اظن انهم مشاو كانوا تيغامروا بحياتهم هنايا في هذه المنطقه هذه اللي معروفه بالسيرف. على ما اظن انهم رجعوا اللور وما بقاوش غادي يدخلوا لهاد المنطقة هادي. هكذا تحولت هذه المنطقة إلى منطقة شبه مهجورة للمواطنين والمواطنات. حتى دوك الناس اللي كانوا كيديروا السيرف هنايا فانسحبوا خوفا من هذا البحر الهائج الغاضب.
المنطقة تحولت إلى خراب وتحتاج لأسابيع من النظافة حتى تستعيد الجمالية ديالها، جمالية كوستا دي سول من إسبانيا الجميلة. طبعا الحال هذه منطقة جميلة ورائعة، يعرفونها جيدا المغاربة ويعيشون فيها أيضا المغاربة بالآلاف هنا في هذه المنطقة. هذه مزيد من الحذر إخواني، ونحن مستمرون معكم في هذه الجولة، هذه اللي درناها جولة تحذيرية كنحذروا من خلالها المغاربة أنهم يبتعدوا عن الوديان، يبتعدوا عن الشواطئ، لأن الأمور هنا تسير بواحد الشكل خطير 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 بزاف، خاصة في المناطق اللي فيها الوديان. فالمناطق اللي فيها الوديان أخوتي هي الأكثر خطورة والأكثر مهددة بالفيضانات. كيلتحقوا معنا، فاحنا كنتواجدوا في كوستا نواحي مالاغا. يعني اليوم كانت عاصفة قوية 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 بزاف، وهذه العاصفة مستمرة، هذه العاصفة راهي مستمرة الى غاية يوم الاثنين. فمزيد من الحذر اخواني، مزيد من الحذر. اخويا محمد انا غادي نرجع تما باش تشوف، انا غادي نرجع الاخوان اللي كنت يقول لك رجع للمنطقه اللي كنت فيها في الاول، انا راجع ليها باش تشوفوا الحجم والقوه نتاع الوديان اللي كاينه في هذه المنطقه هذه، واللي كلها كتفرغ في هذا البحر هذا، وبدوره البحر ترجع هذا الشيء على برا. كما قلت لكم المنطقه تحتاج الى اسابيع من اجل النظافه ديال هذه المنطقه هذه. حذاري إخواني المغاربة، حذاري إخواني المغاربة من التجول بالقرب من البحر أو بالوديان. أنا اللي كنقول الوديان لأن الوديان هما اللي تيكونوا أكثر خطورة، خاصة الناس اللي ساكنين في هذه المناطق هذه. فكيف تحولت هنا الأجواء كما كتشوفوا إلى خراب في هذه المنطقة هذه. غادي نقربوا ايضا الناس اللي كتبغي تقرب شويه الاخوان. السلامه، السلامه هي كل شيء. تبارك الله كاين بعض الخشب اللي كيوزن الاطنان رماه البحر، طبعا بحال القوه تاع الله سبحانه وتعالى في هذه الامور هذه. هذو المناطق السياحيه، الكراسي السياحية اللي كاينين في هذه المنطقة هذه، هكذا تحولت المنطقة منطقة سياحية إلى منطقة خراب. الإخوان اللي حاضرين معنا يعطيهم أسماء المدن ديالهم، وكل واحد من كيتابعنا واش معنا الناس ديال كوستا هنايا، الناس ديال كوستا يكتبوا لنا واحد اللي ساكنين في مالاغا هاد النواحي هادو. أتمنى توصلكم الرسالة. فمزيد من الحيطة والحذر، لأن ما شهدته هذه المنطقة يعتبر أمر خطير الإخوان. وحاولوا الوليدات ديالكم ما تصيفطوهمش بطبيعة الحال الأماكن بوحدهم. الإخوان أرجوكم بارتاجيو معنا هذا الشيء، بارتاجيو معنا هذا الشيء بطبيعة الحال، بارتجوا معنا هذا البث المباشر توصل الرسالة أكثر فأكثر.
نقربكم اكثر، عنده واحد طبعة الحال واحد توربون ديال البواخر الكبيرة، ربما هذه اللي كتلز النفط والغاز إلى غير ذلك، فربما لقاتها شي عاصفة، لقاتها شي عاصفة في البحر وقطعت لها هذا التوربون هذا كما كتشوفوا. الناس ديال البحر السيادة والبحارة يقولوا لنا شنو هذا الشيء اللي مع البحر هنايا. تحية ناس بروكسل، ناس طنجة، نقرا جميع المدن ديالكم الإخوان، نقرا جميع المدن ديالكم، ولي الشرف أنكم تحاضرين في هذا اللايف هذا باش نقرا جميع المدن ديالكم الإخوان. تورينو شو هاد الويتيان، شنو هاد السمعة، تبارك الله، هادو كلشي هاد القسم اللي كتشوفوه فتحيد من الوديان، تحيد من الوديان كما كتشوفو، والواد مازال يتفرغ للبحر بهاد الطريقة هادي. الإخوان حنا ما كاينين حدا كاديس، حنا في كوستا نواحي مالاقا. كاديس معنا فيها انها فيضانات، فالناس اللي ساكنين في كاديس يكتبوا لنا رقم واحد، الناس اللي ساكنين في كاديس يكتبوا لنا رقم واحد، نعرفوا شنو راه واقع عندكم بالضبط الاخوان. مجموعه من المغاربه اللي ساكنين في كاديس يكتبوا لنا شنو راه واقع عندكم، لان شفنا فيضانات بزاف في كاديس. اكدوا لنا هذا الشيء الاخوان، اكدوا لنا هذه الامور الاخوان. كما كتشوفوا الواد تيفرغ البحر، البحر تيرجع داكشي كله كما كتشوفوا بهذه الطريقه. باش نخرج هنايا كلشي كان هنا حامل الواد حتى لهذه المنطقه هذه. تحيه ناس كلميم، ثلاثي غود اليوسفيه، تحيه ناس طنجه، انس الرجاوي خويا، قلنا شنو راه واقع عندكم بالضبط اخويا. ناس فالنسيا، هادي فون خيرولا كيت خويا هشام شادي، هادي فون خيرولا كوستا، فحذاري حذاري اخواني المغاربه، هاد الايام ماشي الخروج، هاد الايام ديال الالتزام في البيت. تحية ناس الرباط، ناس مكناس، ناس مايوركا، الإخوان كلشي بارطاجيو معنا، كلشي بارطاجيو معنا هاد اللايف الإخوان. طبعا الحال توصل الرسالة إلى الجميع. تحية ناس قلعة السراغنة وجميع الإخوان اللي حاضرين معنا. إذن هنا نتواجد بكوستا وبالساحل طبعا الحال المقابل للسواحل المغربية هنا، ونحن غير بعيدين عن المملكة المغربية إلا بواحد الكيلومترات قليلة من هذه المنطقة هذه. فيضانات كبيرة والويديان كما كتشوفوا هذه المنطقة. كتشهد واحد السياحة كبيرة 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 في هاد الأيام أو في الأيام ديال الصيف عفوا، فهكذا تحولت
المنطقة إلى خراب. تحية الناس مصر، تحية الناس بطبيعة الحال إسطنبول، تحية المجموعة من الإخوان والأخوات. إخوان بارتاجي، كل شيء بارتاجي الإخوان، أرجوكم كل شيء بارتاجي. هذه الرسالة التحذيرية التربيهية التي تقوم بها قناة جو تيفي الحالية لمغاربة العالم المقاتلين هنا بكوستا. العاصفة مستمرة هنا، وكذلك التحذيرات التي تدير قناة جو تيفي مستمرة. إن شاء الله تدوز هذه المرحلة بسلام بإذن الله يا رب. هشام، هشام قال لك الأمور عادية في فون خيرولا، وحنا كنتواجدوا في فون خيرولا حاليا كقناة شوف تي في. واش كتعتبر هذا الشيء أمور عادية هنايا؟ واش كتعتبر هذا الشاطئ اللي تحول بهذه الأمور هذه أمور عادية؟ فأخي هشام، ما نبقاش نمرر المغالطات للمواطنين والمواطنات، فما نبقاش نمرر المواطنين ونقول الأمور عادية باش الناس تخرج إلى غير ذلك. فنقول الصراحة أن الأمور غير عادية هنا. هناك عاصفة، هناك أمطار، هناك فيروس، هناك تحذيرات من السلطات الإسبانية ومن مجموعة من الناس اللي كتحذر المواطنين. فما نقولوش أمور عادية، الأمور ليست بالعادية أخي. فمزيد من الحيطة والحذر لجميع المواطنين والمواطنات. إذن هكذا تبدو الأجواء هنا بكوستا. الوديان كذلك، هنايا كاين مجموعة تقريبا واحد 10 ولا 15 الواد في هذا الساحل، كله هز معاه البقايا نتاع الأشياء اللي جرها من الجبال ومن المناطق إلى غير ذلك. إلى ذلك الحين أقول لكم شكرا لكم على المتابعة. كانت معكم قناة شوف تيفي من قلب الحدث هنا من إسبانيا. شكرا لكم وإلى اللقاء.